جان، ما قلت لك لبقى تلعب بالتليفون؟ بابا ليش اخذوك على المخفر؟ كان في سوء تفاهم بسيط. ليش اغوصوا لجده؟ ما بنعرف، يمكن شي سوء تفاهم. ممكن مو جده رح يطلع من المشفى. راحت لبكره. اشتقت لامك؟ اشتقت لها. تكون بدها تجي؟ لا بس عم فكر ابعتك لعندها، يعني اذا مشتاق لها حابب تروح. تروح معي؟ انا ما فيني اترك جدك. ملكي اوصوك تقلك؟ ما بيقوصوني. ليش؟ لانه ابوك ما اذى حدا ابدا. جدو اذى حدا؟ لا ابني. يلا اشرب العصير. ماما؟ شبك حبيبتي؟ انت بدنا نروح من هون؟ بدك تاخدينا من هون؟ ما بعرف شو ناطرين؟ رح نشوف شو الحل. رح نشوف. مبارح من المساء للصبح ما غمضت لي عين لأني جرحت مشاعرك. عيون المها نظرتهم باردي اليوم، وهالنظرة الباردي عم حسها صخرة جواتي. طلعي فيني بنتي، طلعي فيني. عجينتنا هيك انعجنة، حبنا وصبرنا وغضبنا. تعرفي اللي بيقوس بعدين بنيشي، نحن مثله. طيب ماما زينة، بلكي سبتي الهدف الغلط. تزعلي، تنقهري، بتصيري مثل اللي قوس حال، بعدين بتروحي بتوقفي قدام اللي قوستي، بتطلعي جوات عيونه بلكي بيسامحك. أم عيون المهر سامحتيها لأمك زين؟ أعزائي المشاهدين، إليكم هذا الخبر العاجل. بعد التصويت والموافقة على قانون العفو الجديد في الجلسة الاعتيادية لمجلس الشعب التركي، صدقه السيد رئيس الجمهورية، ويوضع هذا القانون موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة الرسمية. وبدأت وزارة العدل بإرسال التعاميم للإدعاء العام في السجون فيما يخص هذا القانون. رح يطلع عمو، رح يطلع عمو، رح يطلع عمو، رح يطلع عمو. شو بحكوا؟ شو في؟ ليش عم طيبة؟ رح يطلع عمو. جايينا قاتل جديد يا فرحتنا. ماما زينة رح يطلع عمو. هلا حكوا بالتلفزيون. ألف مبروك. اسلمي بنتي، رحت لكم كثير. أنا هلأ رايحة على الجمعية، في اجتماع مجلس إدارة، بس أرجع نحتفل مع بعض. نحتفل؟ طبعاً طبعاً، أنتي روحي ورجعي. يلا. أكرم أفندي؟ تفضل يا خانو. وين الجماعة؟ ما في هون غير سيد هاشم. سيد هاشم؟ تفضل يا خانو. وين بقية الأعضاء؟ لسه ما اجوا يا خانو. والسبب؟ في شي ما بعرفه ما هيك؟ شو رأيك تشربي قهوة يا خانو؟ انت بالأول بق هالبحث اللي بتمك، بعدين منشرب. والله حسب ما بعرف راحوا على المشفى يا خانو. على المشفى؟ رجا آغا بده يطلع اليوم، شان هيك راحوا. والله البني آدم غريب. رجا تقوص وهن خايفين من غضبه، ما هيك؟ على الأغلب هيك يا خانو. منيح، هلأ وصلنا على قهوة لنشوف. إن شاء الله ما يكون الأذن كمان راح على المشفى يا خانو. يا عايش 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 يا ع
شكرا لكم والله يخليكم، ما تركتوني لحالي. إذا في ناس مبسوطين لحالتي قولولن لكتير يفرحوا. رجاء آغا ما بتقدروا له، رح أعمل منهم عبرة لمن يعتبر. امشي عالكاش. شو قصدك؟ طالع أخوك بسبب هالمرة اللعينة. هذا الملازم أول والرقيب أول الزفت، مثل الطباع، بس شموا الريحة ما عاد يحلو. إذا أنت ما بتتغابى ما بصير شي. شوف حالة رح تعملها تحتك من الخوف. خالي إليف زعلانة مني ما هيك؟ شو متوقع إلك جيمو؟ برافو عليك لأنك قوصت واحد؟ إجي طبطب عليك؟ الأولاد عم يهربوا مني. مانا متعودين جيمو، مو متعودين على هيك شي. بس أنا مو سيء خالي إليف. أنا ما قلت إنك سيء، في جانب من قلبك مثل الجني، بس في جانب تاني هداك مثل جهنم. ايه نعم هداك مثل جهنم. ماما زينو؟ خير ماما زينو، في شي؟ كأنك خلصتي بسرعة؟ الاجتماع ما صار. ليش؟ خرجوه للواطي رجع، كلهم راحوا مشان يستقبلوه. هالناس بتخاف من خيالها. قصدك انه نميت وش؟ رجع ما بيقعد عقل يا جيمو، والرجال يفتحوا عيونهم منيح. حط كم ناطور على المصنع.